راح ننتقل معكم إلى ملف رياضي. طبعا أكيد يمكن الألعاب الرياضية بالكويت بشكل عام يعني أكيد لها لاعبين مميزين، وإحنا بالعالم هذا الصباح غطينا العديد من الألعاب والعديد من الإنجازات الذهبية اللي حققها عيالنا بالكويت. اليوم أيضا من هذه الإنجازات حقق لاعب منتخب الكويت للغوص وعضو نادي الكويتي للغوص والإنقاذ بدر الأسود الميدالية الذهبية في فئة غوص الانتشال ضمن منافسات بطولة العالم اللي اختتمت أخيرا في مدينة الفنيدق المغربية بعد منافسة قوية مع عدد من أبطال العالم. نستضيف اليوم ضيفنا في الاستوديو هذا البطل طبعا هذا الانجاز الغواص بدر الاسود ومدير لعبه الغوص في نادي الغوص والانقاذ الكويتي الاستاذ علي الصايغ. رحب فيكم في العالم هذا الصباح، اهلا وسهلا فيكم. الله يخلي سلمك، حياك الله. طبعا بارك لك اكيد اخوي على هذا الانجاز وعلى هذه الميداليه، واكيد دائما نبارك الكويت بهذه الانجازات وهذه الطاقات الشبابيه. يا ريت لو نوضح حق الناس نادي الكويت للغوص والانقاذ، هذا النادي اللي موجود في حال في احد سمع بهذا الشيء وحاس انه هو عنده امكانيه وعنده طاقه وعنده قدره، شلون ممكن هو يتواصل معكم وشنو هو عشان نوضحه للي راغب انه يشترك او يشارك؟ والله هو نادي رياضي انشئ حديث وفي طبعا اكثر من لعبه واكثر من تخصص. في عندنا الغوص الرياضي اللي احنا انا وبدر يعني موجودين بالفريق، في التصوير تحت الماي اخوي علي بن حيدر، في الغوص الحر موجودين، في سباحة الزعانف لفريق البنات. فهو نادي في اكثر من لعبه. نعم جميل. والجائزه او الانجاز اللي حققه اخونا بدر في هذه الرياضه كانت في الانتشال. نعم. شنو هذا اذا ممكن نوضحها بدر؟ ما عليه تعطينا فكره عن هذه الرياضه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اصبح عليكم واصبح على مشاهدين الكرام. هي فئه الانتشال هي انتشل وزن 6 كيلو، هي 50 متر الحوض الاولمبي نفسه. تبلش الستارت يصير من بدايتها للهدف 25، طبعا هذا كله يصير بالثواني. أيه. مو انتشال اني انا اوقف اتفخ الهدف واطلع، لا هي كلها سرعه تاخذها باقل وقت. باقل وقت اخذها. أوكي. والحمد لله خذيتها ب 31 ثانيه. 31 ثانيه كانت هي اقل مده الانتشال. 6 كيلو الوزن اللي تكون وزن الشز من تحت الارض. طبعا اكيد يختلف هذا الشيء عن باقي الفئات الغوص اللي مثل ما ذكرت قبل قليل، لكن هل في هناك ايضا فئات اخرى كانت مشاركه في هذه البطوله؟ طبعا في عندنا احنا اللي هي فئة الحواجز اللي هي مثلا الفردي والزوجي، عندنا فئة مشاركة الهواء، عندنا فئة التريل اللي هي نفس الشيء هم الفردي، عندنا اكثر من فئة احنا مشاركين فيها وحققوا فيها الأمانة يعني الاخوان اللاعبين فهد سالمين، فيصل التميمي، سالم المطيري حققوا مراكز جدا متقدمه، الثالث او الرابع على الفئات، فكانت انجازات جدا طيبه الحمد لله رب العالمين. العافيه نوجه لهم اكيد تحيه كبيره. العدد الدول اللي كانت مشاركه في هذه البطوله اذا يستحضرك استاذ؟ 23 دوله من بينها طبعا الكويت. اي نعم. وعدد اللاعبين الكويتيين المشاركين الى جانب بدر وحققوا مراكز بالانتشار مثل ما حضرتك ذكرت، اذا بالاسامي لكن بالعدد اذا ممكن نذكرهم. اربع لاعبين حققوا ميداليات. لا احنا بدر حقق ميداليه، لكن والله يعني كنا قراب للميداليات البرونزيه يعني للامانه، ك ثاني مشاركه وفي لاعب اول مشاركه له تحقق رابع يعني وسط ال 23 دوله والابطال الموجودين للامانه انجاز طيب. هذا يمكن لما نسالك يا بدر يعني هل كان في هناك اي تجارب سابقه؟ هل حققت اي انجازات سابقه ممكن نحن نوضحها؟ والله احنا جربناها يعني هذا ثاني بطوله لنا، احنا اول بطوله صارت بروسيا. متى كان هالكلام؟ السنه طافت نفس الشهر. أوكي. شهر 6 جبنا ارقام يعني حققنا ارقام، بس يعني خذيناها شويه خبره والحمد لله الله وفقنا. استفدت منها؟ استفدنا منها والحمد لله الله وفقنا. كنت متوقعتي بالذهبيه؟ انا يعني
كان يقول متفائل فيك، والحمد لله اهم شيء ان حققت له امنيته. الحمد لله. طبعا اكيد نتكلم عن مثل هذه الانجازات، مثل ما قلنا بالنهايه احنا الهدف منها رفع اسم الكويت اولا واخيرا. طبعا ذهبيه بطوله العالم في الانتشال شنو معناتها حق بدر؟ هل معناتها تاهيل لبطولات اكبر؟ هل معناتها انك راح تخوض في تجارب اكبر ممكن انها تعطيك فرص نقدر نقول تميز؟ والله يعرف يعني ما شلون اقول لك، بس هي اعطتني حافز ان انا ان شاء الله شجعت ان انا ان شاء الله ببطولتي ان شاء الله شهر 9 باذن الله ان شاء الله، مو بس انا راح احقق ربعي ان شاء الله باذن الله راح يعني. استاذ علي متفائل انا اتفائل فيه، انا اتفائل فيه مديري. والله شوف يعني بدر كان واخوان اللاعبين كان اصرارهم تمرينهم كان واضح انه يبي يسوون شيء، عندهم طموح يشوفون يعني اللي يشوفون علم الكويت استمتعوا لما الامانه صراحه يعني في 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 المسابقات اللي طافت نسمع يعني نشيد الوطني للدول يعني شويه نتحسن، لكن لما سمعنا نشيد الوطني يعني الكويت استمتعنا واستانسنا حسينا بفرحه الفوز. بدر واخوان اللاعبين يعني عندهم الطموح وقادرين ان شاء الله ان يحققون افضل من هذا بعد. نتمنى طبعا اكيد. استاذ علي حضرتك ذكرت قبل شوي ان هذا النادي حديث يعني حديث وجوده في 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 نقدر نحن نقول يعني ان حديث الاشهار، هل يعني نقدر نحن نقول خلال هالفتره قدر انه هو يحقق انجاز؟ نتكلم والمده اللي من فتره اشهار لحتى الان. والله شوف يعني ثاني مشاركه للفريق في فترة صغيرة لإنشاء النادي، تحقق وتروح وتأخذ لك ميدالية ذهبية من ناس سابقينك في يعني في معد يعني إحنا المعدات أقل، فهذا إنجاز يعني إحنا حتى الزعانف اللي إحنا مثلاً نستخدمها اقل مثلا يعني اقل كفاءه من الفرق الثانيه. طبعا هذا عدم خبره من احنا، لكن ان شاء الله في القادم الايام رئيس النادي الامانه السيد طلال السرحان والاعضاء مجلس اداره موعديننا ان شاء الله ويعني موعديننا خير انه يوفروا لنا اكثر من اللي صراحه ما قصروا ويانا، لكن ان شاء الله احنا يعني طموحين في البطوله القادمه ان شاء الله. أيوه هذا شيء جميل ان قاعدين تشوفون الفرق، قاعدين تطمحون للافضل والاحسن بالنهايه لرفع اسم الكويت مثل ما قلنا في البدايه. بدر اذا كنا نتكلم عن التهيئه لما كنت تجهز حق مثل هذه البطولات السنه الماضيه في روسيا وهالسنه في المغرب، شلون حسيت الفرق في اللياقه البدنيه في الاستعداد الذهني النفسي؟ والله كانت بدايتها اللي بروسيا يعني كان يعني التجهيز يعني كان يعني مو متوقع اني انا راح اشارك يعني بالمتواضع نقدر يعني كنت عادي يعني بس يعني انا كنت امارس الغوص والسباحه، فما توقعت لما شاركت بروسيا شفت الابطال اللي قاعد تسويه يعني كان شيء خيال. اي فانا بيني وبين نفسي حطيتها قلت انا لازم يعني اكسر الرقم يعني اكسر رقمي انا فببطوله المغرب والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يعني. طيب يعني ايضا شيء جدا جميل في هذه الخطوه، يعني حتى لو نلقي النظر على مثل هذه الالعاب الاخرى من الالعاب يعني غير لعبه الانتشال اللي اخذ فيها الذهبيه بدر، الالعاب الاخرى ايضا ممكن يكون الالتفات لها والالتفات للتفاصيل الصغيره اللي قد تساعد في تحسين دور اللاعبين فيها وبالنهايه يبون هذه الانجازات. والله الحين اخواننا الغوص الحر موجودين في صربيا وقاعدين يعني يسوون ويحققون ارقام جدا طيبه يعني على المستوى المحلي، واحنا قاعدين نصعد على قولتهم وفق الامكانيات صراحه يعني اللي المتوفره يعني المتوفره لنا احنا يعني احنا من خلال برنامجكم هذا بعد يعني احنا الاداره والاتحاد ما قصر، لكن من خلال برامجكم نقول حق الانديه الرياضيه اللي عندها مسابح نبي حاره يعني احنا نطالب في حاره واحده يعني 13 نادي عندهم مسبح، احنا نطالب في حاره واحده وراح تشوفون انجازات عالميه تتكلم عنها الدول اللي سابقتنا. يعني لعبه الغوص
الرياضي او الميداليه تبدر هذه يعني ما تقل عن اي لعبه ثانيه، ما تقل عن كره قدم، ما تقل عن سله، ما تقل ميداليه عالميه طبعا اكيد في في, في اتحاد دولي له يعني له اسمه طبعا. فعندنا بعد نفس الشيء غوص التصوير كانوا قبل فتره في مصر وهم يابو ميداليه وانجازات طيبه ان شاء الله. ممتاز يعطيهم العافيه. بدر في البدايه كانت هذه هوايه ولا شلون اكتشفت ان عندك انت مثل هذه الموهبه؟ انا من 2005 انا غواص. تغوص بس من باب الموهبه مو من باب لا موهبه. متى استوعبت ان في عندنا طاقه ممكن احتوائها وممكن تحويلها الى بطوله؟ والله شوف احنا يعني دوامنا غوص. واحنا الغواصين الكويت على الاقل اتكلم انا في الدوام نعتبر من افضل غواصين العالم، لان ناخذ دورات هي لنا احنا دوامنا في افضل دول اللي تعطي دورات غوص. احنا عندنا بيئه بحريه ما فيها رؤيه، ننجز يعني مهام جدا صعبه، فنعتبر من افضل غواصين العالم بحكم صعوبة الظروف اللي حواليكم. صعوبة سببت لكم هذه الظروف اللي حوالينا. نعم. انتمينا للفريق يعني من خلال اخوي علي حبيب صراحة اللي اول هو من يعني اسس الفريق هذا، ومشينا احنا على يعني على قولتهم على خبرته وعلى على خطاه. طموحين وبدر متميز بالدوام وبرا الدوام يعني الأمانة إنسان طموح جهز نفسه قبل البطولة. ممتاز يعني بالعكس نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، ومثل ما تفضلت إذا في ظل هذه الظروف وهذه الإنجازات توفير أكيد الاحتياجات المطلوبة راح يساهم بتحسين أكيد الأداء وإيجاد أبطال أكثر أكيد يرفعون لنا اسم الكويت. إذا البطل بدر الأسود وأكيد كابتن علي الصايغ جزيل الشكر على وجودكم معنا اليوم. شكرا. في العالم هذا الصباح عندك كلمة أخيرة؟ أي والله أنا فضل. صراحة أنا يعني من خلال برنامجكم هذا بدر حقق ميدالية عالمية باسم الكويت. أتمنى دعم بدر، أتمنى تكريم بدر، رجل يستاهل من البطولة اللي طافت اللي هي في روسيا واستمر للحين. الناس كلها الحين يعني الدول المشاركة كلها تتكلم عن مفاجأة، ترى يعني تحقيق بدر للميدالية الذهبية كانت مفاجأة للدول المشاركة. أتمنى دعم بدر، أتمنى يعني الشخصيات الناس أتمنى يدعمون بدر وإخوان إن شاء الله بالفريق. إن شاء الله يجدون أكيد الدعم النفسي أولا والدعم المعنوي طبعا. وأكيد يكونون موجودين لي. بدر كلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين؟ والله بس ما أدري أقول، بس مشكورين وما قصرتم صراحة. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا، إن شاء الله نلقاكم بأكبر المناصب.